عم يعقد مجلس جامعة الدول العربية بدورته المش عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بحضور وزير الخارجية بالحكومة الجديدة نصيف حتي. اجتماع طارئ اليوم بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بصفقة القرن، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهم اللي ورد بمبادرة السلام العربية بكل بنودها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. بيقول مصدر مطلع إنه رح يكون في رفض مبدئي لصفقة القرن، ورح يتم دعوة أمريكا للتفاوض من أجل تعديل المبادرة بما يتناسب مع شروط الفلسطينيين، والحديث مطولا قبل السير بأي قرارات فعلية. بس هل هيك اجتماع ممكن يوصل لنتيجة بهيدي القضية؟ أساسا الموقف العربي الرسمي ضعيف وتسوي تجاه موضوع صفقة القرن، وبالتالي ما بتصور هيطلع يعني موقف عربي قوي لدرجة انه يعكس موقف حقيقي رافض لهذه الصفقة. وبالتالي بكل الاحوال بتعرف يعني في يعني نظرة غربية تجاه يعني مقررات الجامعة العربية اجمالا، خاصة بالموضوع الفلسطيني، عمليا انه هي لارضاء الشعوب اكثر منها لتنفيذ سياسات. من يتحكم بهذه القمة؟ من يتحكم بالجامعة العربية؟ من يتحكم بالقرارات العربية في المنطقة؟ هي الدول التي تدعم صفقة القرن سرا وعلانيا. يعني عندما تكون البحرين والإمارات داعمان أساسيان، وأيضا مصر، يعني لا يجب أن نستثني دور مصر في دعم صفقة القرن، يعني أن السعودية هي تدعم من وراء البارافان هذه الصفقة. وبالتالي أعتقد أن القمة العربية سوف تؤكد على العناوين العامة، لكن لن تقدم حلول، لأن يعني استمعنا إلى الموقف السعودي والموقف المصري وأكثر الدول العربية، وهناك دول ما تزال يعني صامتة وكأنه لا يحدث شيء في المنطقة.